إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أعزائي التلاميذ في حصتنا العاشرة من برنامج المراجعة في شهادة التعليم المتوسط. حصة اليوم كما ذكرنا في الحصة الماضية راح تكون آخر حصة فيما يخص المفاهيم الهندسية اللي هي راح تكون تكملة للحصة الماضية الأشعة والمعالم. إذن راح نحاول نشوف تمارين من نفس النمط تاع التمرين الماضي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم في الحصة الماضية وأتمنى استفادتكم جميعا في حصة اليوم. إذن سنلتقي بعد قليل إن شاء الله. شكرا. إذن أعزائي التلاميذ نلتقي الآن إلى التمرين رقم 20 من حصتنا هذه. رقم 19. إذن بالنسبة للتمرين رقم 19 المطلوب الأول كان علم النقطتين ناقص 2 3. إذن النقطة أ اللي هي ناقص 2 3 إذن ناقص 2 3 نقطة أ. أما النقطة ب اللي هي 3 2 النقطة ب اللي هي 3 2 النقطة ب. أول سؤال احسب القيمة المضبوطة لـ OA و لمسافات OA و OB. إذن OA راح نحسبوه بطريقتين باش نتمكنوا من الطريقتين. إذن OA واش راح يساوي؟ بالطريقة الأولى هو جذر تربيعي لقوس مربع زائد قوس زائد قوس مربع، وهنا عندنا عملية طرح. إذن إحداثية نقطة O اللي هي 0 0 كما تعلمون. إذن إحداثية نقطة أ ناقص 2 ناقص 0، والترتيبة هي 3 ناقص 0. إذن على ماذا نتحصل هنايا؟ إذن هي جذر تربيعي لناقص 2 مربع زائد 3 مربع، وبالتالي الطول أو أ 2 مربع هي 4، 3 مربع هي 9، 4 زائد 9 هي 13. هذا باستعمال الطريقة الأولى. أما باستعمال الطريقة الثانية راح نشوفوها بالنسبة لـ OB. راح نحوسوا لشعاع OB واش راح يساوي. إذن هو الفاصلة ناقص الفاصلة والترتيبة ناقص الترتيبة. إذن إحداثية نقطة B اللي هي 3 2 ناقص 0 ناقص 0. إذن واش راح نتحصلوا؟ راح نتحصلوا على أو بي شعاع إحداثيته هي 3 2، وبالتالي الطول أو بي واش هو طول أو بي؟ هو جذر تربيعي لفاصلة مربع زائد ترتيبة مربع. إذن على ماذا نتحصلوا؟ 3 مربع هي 9 زائد 2 مربع هي 4، وبالتالي هي جذر 13. او بي وهنا او ا. اذا السؤال اللي بعده كان بين ان المثلث ا او سي قائم في او. اذا رانا حاسبين طول او بي عفوا هنا ماشي النقطه بي اللي هي النقطه سي، خطا في الكتابه عفوا. ا او سي 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 و سي، وهنا ايضا عندنا سي. اذا بين ان المثلث ا او سي قائم في او. اذا عدنا الطول ا او وعدنا الطول سي او. اذا يتبقى لنا نحسبوا الطول ا سي باش نطبقوا الخاصيه العكسيه لخاصيه فيثاغورس. اذا ثانيا حساب حساب الطول AC إذن لحساب الطول AC راح نستخدم القانون بدون مرور على مركبة شعاع AC. إذن هي قوس أول مربع زائد قوس ثاني مربع
فرق ترتيبتين المربع وفرق زائد فرق الفاصلتين المربع. إذن سي إحداثيتها هي 3 2، إذن 3 هنا و 2 هنا، ناقص 2 3. إذن على واش راح نتحصلوا أعزائي التلاميذ؟ نتحصلوا هنايا على 3 ناقص 2 هي 3 زائد 2 معناها هي 5 مربع، زائد 2 ناقص 3 مربع هي ناقص 1 مربع. إذن على ماذا راح نتحصلوا؟ 5 مربع هي 25، زائد 1 مربع ناقص 1 مربع اللي هو 1، إذن الطول الأصلي هو جذر 26. وبالتالي أعزائي التلاميذ بتطبيق خاصية فيثاغورس واش راح نوجدوا؟ أول شيء هو طلب منا بلي مثلث قائم ومتساوي الساقين. متساوي الساقين راهي واضحة لأن الطول أو سي يساوي جذر 13 والطول أو أ هو جذر 13، إذا فهو متساوي الساقين. تبقى لنا الإثبات فقط أن المثلث قائم. إذا باستخدام خاصية فيثاغورس، الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورس، هذا اللي هو السؤال الثالث. إذا الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورس راح نحسبوا طول الوتر المربع معناها أسي مربع واش راح تعطينا؟ هي جذر 26 مربع اللي هي 26، أسي مربع تساوي 26، وراح نحسبوا مجموع مربعي الضلعين القائمين. إذا أسي مربع زائد أو أ مربع واش راح تعطينا؟ أسي مربع هي جذر 13 مربع زائد جذر 13 مربع معناها هي 13 زائد 13 اللي هي 26، و 26 هي نفسها أسي مربع. إذا وصلنا بأنه أسي مربع زائد أو أ مربع تساوي الوتر مربع، فإن هو بالتالي فإن المثلث أوسي قائم في أو ومتساوي الساقين لأنه عنده ضلعان اللي هما جذر طولهما جذر 13 جذر 13. إذا رابعا أنشئ النقطة بي بحيث يكون أو بي شعاع يساوي أو أ زائد أو سي شعاع. إذا لإنشاء ذلك راح نعتمدوا المدور، راح نحتاجوا المدور. إذا واش راح نشوفوا؟ أول شيء راح نرسموا الأشعة باش توضح لنا عفوا الأمور. إذا هذا أو أ وهذا أو سي شعاع. إذا مجموع الشعاعين ما راحش يتم إلا إذا كانت عندهما نفس البداء، إذا كانت بنهاية الأول هي بداية الثاني. في حالة لها عندي هنا راه عندهم نفس البداية. إذا واش راح يطلب مني؟ راح يطلب مني أني نسحب أحد الأشعة باش نجعل نهاية الأول هي نفسها بداية الثاني. إذا ما هو الشعاع الذي سنقوم بسحبه؟ مثلا راح نسحب أنا شعاع أو أ ونجيب ندير شعاع آخر هنايا يساويه. واش معناها يساويه؟ يوازيه، لهما نفس المنحى، لهما نفس الاتجاه، ولهما نفس الطول، أو بمعنى آخر أنني نكمل الشكل متوازي أضلاع. إذا واش راح نشوفوا هنا أعزائي التلاميذ؟ راح ننقل الطول هذا اللي هو أو أ هنايا باش يكون متوازي أضلاع، راح ننقل الطول هذا هنا هنايا. إذا هذه هي النقطة بي بحيث أو أ زائد أو سي تساوي أو بي. هذه هي النقطة بي. إذا بعد ذلك واش طلب منا؟ المطلوب استنتج طبيعة الرباعي أو أ بي سي. إذا بما أنه راح نمسحوا هنا باش نجاوبوا،
إذن بما أن خامسا أو رابعا خامسا بما أن OA زائد OB عفوا OA زائد OC تساوي OB هذه من المعطيات التمرين لأننا أنشأنا النقطة B بحيث يكون OA زائد OC هو نفسه O B فإن هذه خاصية متعلقة بمتوازي الأضلاع المتحققة في متوازي الأضلاع إذن يا إما برهمها بهذا الشكل أو أنني نحسب إحداثية شعاع OC وإحداثية شعاع AB ونوجد بأنه أيضا متوازي أضلاع لأن عنده شعاعان دلعان هادو AB و OC شعاعان يمر بالنقطة من النقطة O إلى النقطة C ومن النقطة A إلى النقطة B متساويان معناها شعاع OC يساوي شعاع AB أو شعاع AO يساوي شعاع BC أو ولكن مباشرة بما أنه عندي هذه المتحقة فإن أو أنني أعزائي التلاميذ نحسب الأطوار كاملة ولكن الفرق هنا أو الخلل اللي عندي هنا أنه ما عنديش إحداثيات نقطة بي ما راحش نعتمد نقولها من الشكل لأنه قادر يكون غلط في الرسم أو شيء من هذا القبيل إذن راح نبرهنه فإن بما أنه عندي هذه المتحقة فإن الرباعي A O أو O A B C O A B C متوازي أضلاع لأنها الخاصية متحققة في متوازي الأضلاع فقط إذن بما أنه وجدنا بأن الرباعي هذا متوازي أضلاع ومن قبل وجدنا بأن الزاوية هذه هي زاوية قائمة فإنه وبما أن الزاوية أي زاوية AOC AOC قائمة فإن الرباعي OABC وش يصبح؟ يصبح مستطيل لأنه هو متوازي أضلاع عندها زاوية قائمة ولكن أكثر من ذلك أعزائي التلاميذ هو مستطيل وعنده ضلعان متتاليان كلاهما متقايسان وبما أن AO يساوي الطول OC يساوي جذر 13 فإن الرباعي O A B C مربع إذا مرينا بكم من خطوة أنه نثبت بلي متوازي أضلاع بعد ذلك نثبت بأنه مستطيل وبعد ذلك مربع أو العكس نثبت بأنه متوازي أضلاع وبعد ذلك نستخدم أنه أضلاع ضلعان متتاليان متقايسان يصبح معين وبعد ما نبينه بلي معين نروح نشوف زاوية قائمة إذا كان عندها زاوية قائمة يصبح مربع إذن هناك فرق في البرهان بين الطريقتين أو يوصلوا نفس النتيجة ولكن الأولى تمر بمستطيل ثم بمربع بسبب تقايس الأضلاع والثانية تمر بمعين تبينها بأنه معين بسبب تساوي الأضلاع أو تقايس الأضلاع ثم بعد ذلك تبينها بالمربع بسبب الزاوية القائمة إذن حدد إحداثيتي النقطة H مركز الرباعي AOBC إذن الرباعي AOBC هو متوازي أضلاع وهو في نفس الوقت مستطيل وهو في نفس الوقت مربع إذن في الأشكال الثلاثة متوازي أضلاع أو مربع أو مستطيل أو معين مركز الرباعي هو نقطة تلاقي القطران واش معناها نقطة تلاقي القطران؟ معناها في منتصف القطران لأن القطران متناصفان ومتقايسان إذن واش راح نديرو هنا أعزائي التلاميذ راح نكملو الرباعي باش تتوضح لنا الأمور هاهو الرباعي اللي هو مربع إذن راح يكون النقطة اللي تكون مركز الرباعي
هي نقطة تلاقي القطران. إذن لا راح تكون اللي هي منتصف القطران. ولكن أعزائي التلاميذ ما نقدرش نحسب منتصف القطعة أو بي، لأنه علاش ما عنديش إحداثيات نقطة بي، وما نقدرش نستنتجها من الرسم، لأن الرسم قادر ما يكونش دقيق وما راهش طريقة اللي نعتمد عليها. إذا نستغلوا معطيات التمرين، عندي إحداثيات نقطة أ وإحداثيات نقطة سي، إذا نقطة أش راح تكون منتصف أ سي. إذا عند بينا بلي مربع نروح نحسبوا إحداثيات النقطة أش. إذا هنايا نكتبوا إحداثيات النقطة أش اللي هي منتصف واش منتصف القطران اللي هما أو بي و أ سي، ولكن أنا نحتاج منتصف أ سي لأنه فيها معطيات اللازمة. إذا إكس أش تساوي على 2، إيكغيك أش تساوي مجموع ترتيباتين على 2. إذا فاصلة النقطة فاصلة النقطة أ اللي هي ناقص 2 زائد 3، لأن فاصلة النقطة أ هي ناقص 2 وفاصلة النقطة سي اللي هي 3، وترتيبة النقطة أش اللي هي 3 وترتيبة النقطة أ سي عفوا اللي هي 2. إذا على ماذا نتحصلوا هنا أعزائي التلاميذ؟ ناقص 2 زائد 3 هي ناقص 1، إذا ناقص 1 على 2 اللي هي ناقص 0.5. و إيكغيك أش واش راح تكون؟ 3 زائد 2 5 على 2 اللي هي 2.5. إذا إحداثيات النقطة، إذا إحداثيات النقطة أش هي واش هي إحداثيات النقطة أش؟ هي فاصلة ناقص، يا يعني إما نكتب ناقص 0.5 أو ناقص 1 على 2 مادام القسمة قسمة 1 على 2 هو النتيجة تامة. إذا ناقص 1 على 2 5 على 2. ونجو للرسم نتأكدوا. عفوا أعزائي التلاميذ، كاين خطأ صغير هنا في السبورة. ناقص 2 زائد 3 هي 1، لأن المسافة الأكبر إلى الصفر هي الخاصة ب 3. إذا 3 زائد ناقص 2 هي 1، 1 إذا هنايا 0.5. هنا نوصلوا الأهمية تاع التحقق، أهمية التحقق من الرسم. إذا هنايا إحداثية نقطة أش هي 1 على 2 5 على 2 اللي هي 0.5 0.5 عفوا و 2.5. إذا إحداثية نقطة أش فاصلتها 0.5 وترتيباتها 2.5. وهنا نتوصلوا إلى أهمية التركيز، وفي حالة لأنه كل ابن آدم خطأ وقادر توصل وندير خطأ بسبب الضغط أو بسبب الظروف خاصة في شهادة التعليم المتوسط، وبالتالي يجب عدم إهمال مرحلة التحقق. إذا ما دام تحققنا بأن الإجابة تاعنا راهي صحيحة، ننتقل الآن إلى التمرين رقم 20. إذا بالنسبة للتمرين رقم 20 اللي راح يكون التمرين الأخير فيما يخص الأشعة والمعالم، تمرين 20 وأشعة فيما يخص مفهوم الأشعة والمعالم، أو تمارين خاصة بالأشعة والمعالم، هي تمارين من نفس النمط وتقريبا نفس الأسئلة تتكرر، وهي فرصة للتلميذ أنه يتمكن منها ويتحصل على العلامة الكاملة فيما يخص تمرين أشعة والمعالم. إذن راح نمحو هنا السبورة حتى نستطيع الرسم.
إذن أعزائي التلاميذ، أنتم راح تكون عندكم ورقة مليمترية، راح تكون رسوماتكم أدق من الرسومات اللي راها هنا في السبورة. إذن بالنسبة للتمرين الثالث، علم النقط او اي جي مع المتعامد والمتجانس. وحدة الطول هي السنتيمتر. علم النقط ا اللي هي 2 2، ب اللي هي ناقص 4 5، و سي اللي هي ناقص 4 ناقص 2. اذا نبدا بالنقطة ا اللي هي 2 2، اذا 2.2 والترتيبة 2. النقطة ب اللي هي ناقص 4، ونطلعوا 5. اذا هنايا راح نحتاج، بما اني راح نرسم في ورقة غير مسطرة ومشي في ورقة ملمية، إذا راح نحتاج أكوس. إذا هي ناقص 4 5، إذا ناقص 4، ونطلع بخطوط متقطعة هنا، ونجي هنا عند 5 وندير خطوط متقطعة. هذه هي هنايا النقطة بي، بعد ذلك نمحي الخطوط المتقطعة. إذن وبالنسبة للنقطة سي اللي هي ناقص 4 ناقص 2، ناقص 4 ناقص 2، إذا ناقص 4 ها هي هنا، راح نهود بها هنا ونطلع بها هنا. إذا ناقص 4 2 أو ناقص 2، ناقص 4 ناقص 2، إذا هذا غير لازم، وناقص 2 راهي هنا. إذا نجو هنا ونديرو النقطة سي اللي هي هنا. إذا بعد ذلك أعزائي التلاميذ، بين أن الطول آسي يساوي جذر 52، الطول آسي يساوي جذر 52. إذا حساب الطول آسي، نطبق القانون، قانون حساب طول آسي أو حساب طول شعاع أو حساب طول قطعة انطلاقا من الإحداثيات، زائد مربع فرق زائد مربع فرق. هنا راح يكون الفرق الإحداثية فرق الفواصل، وهنا فرق التراتيب أو العكس لأن الجمع تبديلي. إذا إحداثية النقطة أ، بما أن نطلب طول آسي، إذا إحداثية النقطة أ هي 2 2 ناقص إحداثية النقطة سي اللي هي ناقص 4 وناقص 2. إذا واش يصبح هنايا؟ يصبح جذر تربيعي 2 ناقص ناقص 4 هي 2 زائد 4 اللي هي 6 مربع، 2 زائد 4 6 مع تربيع، زائد 2 ناقص ناقص 2 هي 2 زائد 2 اللي هي 4 مربع. إذن على واش راح نتحصلوا؟ 6 مربع هي 36، زائد 4 مربع هي 16، وبالتالي ا سي هو جذر 52 ا سي. بعد ذلك ننتقل للسؤال ب من السؤال الثاني، او جزء ب من السؤال الثاني اللي كان هو حساب الطول ب سي. بنفس الطريقه اعزائي التلاميذ، راح نحسب الطول ب سي. اذا هنا راح نكتب حساب الطول ب سي. اذا ب سي واش راح يساوي؟ جذر التربيعي لمربع الفرق زائد مربع الفرق، وهنايا نكملوا الجذر حتى الاخير باش نعرف وين يحبس. إذن الفرق الفاصلتين، وهنا فرق الترتيبتين. إذن إحداثية النقطة بي هي ناقص 4، فاصلة النقطة بي هي ناقص 4، وفاصلة النقطة سي هي أيضا ناقص 4، وترتيبة النقطة بي هي 5 ناقص 2 لها ترتيبة النقطة سي. إذا يصبح الطول بي سي واش يساوي؟ ناقص 4 ناقص ناقص 4 راح تصبح هي ناقص 4 زائد 4 اللي هي 0 مربع
زائد 5 ناقص ناقص 2 هي 5 زائد 2 اللي هي 7 مربع زائد 7 مربع. إذن 0 مربع هو 0 زائد 7 مربع ليجد 49 اللي هي تساوي 7 سنتيمتر. بي سي راح نجاوبه هنا. إذن طول A C طول A C الطول A C هو جذر 52 سنتيمتر والطول B C هو 7 سنتيمتر أو جذر 49 سنتيمتر يعني نفس الشيء لكن راح نحتاجه 49 باش نقارنه بعد ذلك في سؤال جيم. هل مثلث ABC متساوي الساقين في سي؟ علل. إذا المثلث ABC راح نرسمه إذا واش معناها مثلث متساوي الساقين في سي؟ معناها الطول سي أ هل هو نفسه طول سي بي باش تكون متساوي الساقين في سي. إذا مادام رانا حاسبين كل الأطوال طول أ بي طول بي سي وطول أ سي، إذا هل المثلث أ بي سي متساوي الساقين في سي؟ مادام أن طول بي سي هو 7 سنتيمتر أو جذر 49 والطول أ سي هو جذر 52 فإن المثلث A B C ليس متساوي الساقين في C. التعليل لماذا؟ لأن الطول A C وش يساوي الطول A C هو جذر 52 والطول B C وش هو؟ هو جذر 49 أو 7 سنتيمتر. إذن ومنه طول AC لا يساوي طول BC وبالتالي فهو ليس مثلث متساوي الساقين في C. كان السؤال الثالث اللي هو إنشاء النقطة ك منتصف A B. إنشاء النقطة ك منتصف A B. إذا راح نبحث على إحداثية النقطة A اللي هي النقطة ك راح نستغلوا الفرصة ونبحثوا على إحداثية النقطة ك اللي هي منتصف A B. إذن إحداثية النقطة ك منتصف AB قطعة AB. إذا وش هي؟ عندنا إكس ك تساوي إيكغيك ك تساوي. يمكن إنشاؤها مباشرة باستعمال المدور ولكن حبيت نمر على لأنه طلب منك الإنشاء وليس حساب ولكن أنا حبيت نروح بالحساب قبل الإنشاء لأنه راح نتذكره وراح نثبته المفهوم منتصف قطعة مستقيم أو إحداثية منتصف قطعة في أدمغتنا باش ما ننسوهاش نتمرنوا عليها. إذن إكس كا واش تساوي هي إكس أ زائد إكس بي على 2 والترتيبة هي ترتيبة A Y A زائد ترتيبة B اللي هي Y B على 2. واش راح نتحصلو؟ X كا واش تساوي؟ إذا ناقص إذا 2 زائد ناقص 4 على 2 و Y كا واش هي؟ هي 2 زائد 5
على 2. إذن x كاوش تساوي 2 زائد ناقص 4 هي ناقص 2، ناقص 2 تقسيم 2 هي ناقص 1، و y كا اللي هي 2 زائد 5 تساوي 7، 7 تقسيم 2 y كا تساوي 7 على 2 أو y كاوش تساوي 3.5. إذن إحداثية النقطة كا وش هي؟ هي ناقص 1 3.5. إذن إحداثية النقطة كا هي ناقص 1، هاي ناقص 1 ونطلعوا 3.5، هاي النقطة كا منتصف القطعة ا بي. إذن بعد ذلك أعزائي التلاميذ يجي السؤال الأخير، هل المستقيم سيكا محور للقطعة AB؟ راح ننشئ المستقيم. أول شيء عندنا هنا المستقيم سيكا، إذن أول شيء هل هو محور؟ وش هو تعريف محور قطعة مستقيم أعزائي التلاميذ؟ محور قطعة المستقيم هو المستقيم العمودي في منتصفها. لأول بالعين المجردة أو لأول لحظة راح نتخيلوا بأنه المحور المستقيم سي ك محور لهذه القطعة، لأنه بالعين المجردة راح يبان لك بأنه عمودي، ولكن ما راحش غادي يكون محور. لماذا؟ أول شيء كاين أمر درسناه في السنة الثانية الثالثة متوسط اللي هو المستقيمات الخاصة. المستقيمات الخاصة بالنسبة للمستقيم اللي يشمل الرأس ومنتصف ضلع المقابل هو واش؟ هو متوسط. ومتى يكون في مثلث المتوسط هو نفسه محور؟ لما يكون المثلث متساوي الساقين، يكون المتوسط هو نفسه المحور. فقط في الرأس المتوسط متعلق بالرأس الأساسي، يعني بالرأس سي، أما في هادو ما راحش يكون حتى وإن كان المثلث متساوي الساقين. وفي المثلث المتقايس أضلاع نجد المتوسطات في ثلاثة، هي نفسها محاور، هي نفسها ارتفاعات، وهي نفسها منصفات، فقط في المثلث المتقايس أضلاع. أما في المثلث متساوي الساقين نتصادفوا معها مرة واحدة اللي هي المتوسط المتعلق بالرأس الأساسي، راح يكون هو محور وهو متوسط وهو منصف وهو في نفس الوقت ارتفاع. إذن بما أن المثلث ABC ليس مثلث متساوي الساقين على حسب ما برهناه في السؤال السابق، فإن المستقيم سيكا ليس محور للقطعة AB لأنه متوسط. تعريف متوسط يشمل الرأس ومنتصف الضلع المقابل. وبالتالي أعزائي التلاميذ هنا في هذه الحالة مادام عندي المثلث ماش متساوي الساقين فإن المتوسط هذا ما راحش يكون محور للقطعة AB، ولكن بطريقة أخرى راح نشوف كيفية برهان ذلك حسابيا، هذا باستعمال الخاصية وراح نشوفوها حسابيا باش نبينوا بأن هذا محور مادام راح يشمل المنتصف. إذن واش يتبقى لي؟ يتبقى لي نبينه باللي عمودي. باش نبين باللي راح يكون عمودي هنايا أنها راح خاصني نبين بأن المثلث هذا AK سي أو المثلث BK سي مثلث قائم في النقطة ك، وذلك أو ليس قائم في النقطة ك، باش نبينه محور إلا تكون قائم، باش نبينوه بلي ماهوش محور راح نوجدوه غير قائم في النقطة ك. واش هي الوسيلة اللي راح تخلينا نوجدو ولا نبرهنو بأنه قائم أو غير قائم؟ هي خاصية العكسية لخاصية في بيثاغورس. إذا راح يكون عندي تقريبا الأطوال اللازمة لأن آسي لا عندي، يتبقى لي الطول اكا راه عندي. علاش راه عندي؟ لان ك منتصف راه عندي الطول ابي، اذا راه عندي الطول اكا راح نوجدوه انطلاقا من الطول ابي هو ابي تقسيم 2 باش نوجد طول اكا. الشيء الوحيد اللي ما راهش عندي هو
طول سي كار وراح نوجدوه. إذن أولا هنا حساب الطول سي كار. إذن حساب الطول سي كار واش راه عندي؟ الطول سي كار إذن إحداثية النقطة كار هي ناقص واحد ثلاثة ونصف. إذن الطول سي كار واش راح يساوي الجذر التربيعي لفرق الفاصلتين مربع زائد فرق الترتيبتين مربع. إذن إحداثية النقطة سي هي ناقص أربعة ناقص اثنان، وإحداثية النقطة ك هي ناقص واحد وثلاثة ونصف. إذن واش على ماذا راح نتحصلوا هنا أعزائي التلاميذ؟ ناقص ربعة ناقص ناقص واحد اللي ناقص ربعة زائد واحد اللي هي ناقص ثلاثة مربع، زائد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ونصف هي ناقص خمسة ونصف لأنهما من نفس الإشارة مربع. إذا باستعمال آلة حاسبة راح نوجدو بأنه طول سيكا راح يكون هو تسعة زائد خمس ناقص خمسة ونصف مربع واش عطينا زائد 30.25. إذا طول سيكا هو الجذر التربيعي ل 39.25. يتبقى لي الآن حساب طول أكا وعفوا على المعلومة السابقة مازال ما حسبناش الطول A B. الطول اللي حسبناه هو طول بي سي والطول أ سي. طول أ سي هو جذر 52 والطول بي سي هو جذر 49. إذن راح يتبقى لي حساب طول أكا. إذن حساب الطول أكا، إذن واش هو الطول أكا؟ بنفس الطريقة واش يساوي هو جذر التربيعي لفرق الفاصلتين مربع زائد فرق الترتيبتين أو زائد مربع فرق الترتيبتين. إذن لماذا راح نتحصلوا هنا؟ إحداثية النقطة أ هي اثنان اثنان، أما إحداثية نقطة ك اللي هي ناقص واحد ثلاثة ونصف. إذن على ماذا راح نتحصلوا هنا أعزائي التلاميذ؟ اثنين ناقص ناقص واحد هي واش؟ هي اثنين زائد واحد اللي هي ثلاثة مربع، زائد اثنين ناقص ثلاثة ونصف هي واحد ونصف مربع زائد خمسة مربع. باستعمال آلة حاسبة راح نوجدوا بأنه الطول أكا واش هو؟ هو تسعة زائد 2.25 على ما أعتقد، 1.5 مربع واش هي 2.25. إذن الطول أكا هو جذر 11.25. وبتطبيق خاصية العكسية لفيثاغورس واش راح نوجدو؟ وبتطبيق الخاصية العكسية لفيثاغورس وبتطبيق الخاصية العكسية لفيثاغورس نجد واش نوجدوا أعزائي التلاميذ؟ بأنه طول أسي راه عندنا هو اللي هو راح يكون من المفروض يكون وتر إذا كان المثلث قائم. إذن أسي مربع واش هي؟ هي جذر 52 مربع واللي هي 52، هذا فيما يخص أسي مربع. نوضعوها في إطار ونروحوا نحسبوا مجموع مربعي الضلعين الآخرين. إذن سي كا مربع زائد أكا مربع واش راح تعطينا؟ هي جذر 39.25 مربع زائد جذر 11.25 مربع. إذن واش راح نتحصلوا هنايا؟ جذر 39.25 مربع هي 39.25 زائد
11.25 مربع هي 11.25، وبالتالي راح نوجدوا هنايا هي 50.5. اذا طول سيكا مربع مربع اول زائد مربع الثاني هو 50.5 ولا يساوي ا سي مربع. سيكا مربع زائد ا ك مربع لا يساوي ا سي مربع، لان اول 52 والمجموع الثاني هو 50.5. اذا هنا واش نستنتجوا اعزائي التلاميذ؟ ومنه فالمثلث المثلث ا ك سي ا ك سي ليس قائم في ك حسب خاصية العكسية العكسية لخاصية فيثاغورس، وبالتالي نستنتج بأنه وبالتالي نستنتج بأن المستقيم سي ك ليس محورا للقطعة أبي، لأنه صح يشمل المنتصف ولكن ليس عمودي عليه. ونفس نفس الطريقة هذه يمكن استخدامها باستعمال نقطة بي، مثلا تبين بلي المثلث بي ك سي قائم في ك او ليس قائم في ك. وبالتالي اعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا لنهاية الحصة، واتمنى استفادتكم واتمنى تكونوا استفادتوا كامل من هذه الحصة ومن الحصة السابقة في المواد في مادة الرياضيات وفي المواد الاخرى. نشكركم على حسن المتابعة، الى اللقاء في الحصة القادمة ان شاء الله.